عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش يكفينا كفاية ظلم وتهبيش كيف الناس تقدر في ذا الحال تعيش يكفينا كفاية ظلم وتهبيش كيف الناس تقدر في ذا الحال تعيش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش وكيف قادنا صبر ومصبر كمل حيدونا كما احنا مثل ما راضيش كيف قادنا صبر ومصبر كمل حيدونا كما احنا مثل ما راضيش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش انتم مثل بادي وانت هنا تنتبه وتفتح عيونك حاضر يا شيخ صراحة يا شيخ برقوق عشان المشكلة ما تكبر لازم توطي مبادرة صلح كيف يعني ما افتهم ليش انا شافهمك يا شيخ برقوق عشان ترجع جابر ومالك وطالب وجماعة ابو دفشة لازم توطي مبادرة وتدعوه لهم صلح يا عايش ما هلش يضمن لي بعدين انهم شي لبوا الدعوة يا شيخ برقوق املح ما محنيد مع عسال مع متابعتك هي اللي اشتعتبهون كيف يعني ما افتهم ليش انا قصدي يا شيخ اكلم فم تستهم ايه وانا حاسه انهن شيعتوا ودعشوا ويقبلوا معزومه شنمشي بعد مشورتك ذي المره وشنشوف ما هي اخرته خلاص بلغوا اهل القريه انهم معزومين عندي بكره غدا وليش بكره يا شيخ برقوق دقوا الحديد وهو حامي وعزمهم عشان اليوم عندك وما تهمم طباخه انا شوطي احلى وليمه تمام شندق الحديد وحامي شنمشي بعد مشورتك سالم ايوه يا شيخ عشق تروح المدينه تشيل الاثنين كباشه من حق مروعه حاجه ترفع من راس وتبيض بوجه ها تنبيس ورجع الباقي مش طحصها ولا يهمك الا اثنين كباشه وبيض بوجهك يا شيخ وانت يا ودي ايوه يا معايش بوك بلغ اهل مقريه وقول لهم اليوم عشاء عندهم شيخ برقوق يلا
فين ذا؟ فين باك؟ فين باك حسام؟ درندس مالك كده؟ مالك كده؟ مالك كده؟ صلي على النبي في قعتنا. صلي على النبي انت. اللهم صلي وسلم بارك عليه. تي ثاني مرة تفجعنا وفتقع من تحت راسك؟ شو المعك؟ درندس؟ ايه ما أخبار القرية؟ أخبار من القرية؟ الشيخ صداد سلح كل مصيادين حق اللي معاه وزعهم على شق مجموعات، مجموعة يحرسهم مخازن، ومجموعة يحرسهم قرية، ومجموعة يقطعهم طريق الرئيسي، وقال لهم يمنعوا أكل ويمنعوا أي مواد غذائية تدخل لكم واتية لكم للمدينة عشان يحاصركم ويميتكم جوع. يلا خاطرك أنا شابوك عشان ما يحسون بغيابي. مع السلامة. مع السلامة وربي ينصركم. الله ينصركم والله إن قلبي معكم. الله معك. الله معكم أين خاطرك. يا أهالي قرية مركوض المحترمون، عم شيخ مركوض يبلغكم السلام فردا فردا كلا باسمه وصفته وبدون أي استثناء، ويذكركم الشيخ برقوق بقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحلى ما فيك يا ودي إنك كنت تبى مخطمة كذا مقشرنه ومصدقوه من كلام اللي في ورقة جهلة. ألا من يتكلم به؟ على برقوق. لا 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 مش أخبار قوق بكله يدول التصالح والتسامح والإخاء، ولا كأنه اللي بدأ بنفتنة، ولا كأنه مركوض ارتكبان. سعدون اسكت، خلينا نحيد الشيخ برقوق من شيء. كمل كمل يا ودي. والتزاما بما أمرنا الله به، فإن الشيخ برقوق يمد يده للتصالح والتسامح بين جميع أهل القرية. سمعتون؟ سمعتون؟ برقوق يصالح أهل القرية، وما فكرش إنه يجي يصالح مرته ولا بنته. يا باقي يا خيتي الله يهديك، ذاهو يصالح أهل القرية، وبعدين أكيد شيتي صالحك أنت وبتك. والشيخ برقوق يدعو الجميع وبدون استثناء للحضور إلى وليمة العشاء التي سيقيمها الليلة في منزله، لتكون فاتحة خير وبداية صفحة جديدة بين جميع أهالي القرية. والحاضر يعلم الغائب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبرا صبرا وهتصبر إن شاء الله. هيا عساه عساه ولا كلمة عساه، احنا الشغالين عند البابا. هيا مهودة الغداء قليل، حجم فين احنا؟ الغداء قليل، تحمد الله وكل وقت ساكت. رسول الدلع عجبين 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 صياحكم من أمام القرية. واع 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 معبو، احنا بدائرة حكومية واحنا بطالة تعرض ولا نخ ولا كلمة ولا حرب. اجي يا وجين يا فندم بيرم بيصحوا المساين، قالوا الأكل قليل مش مدارين ان الراشن خلص. لا والله الراشن خلاص. ايوه وي 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 والله مصيبة. وهذا صاحب المديرية يقول لك عاد الراشن حق الشهر هذا شي تأخر. اتأخر وكيف عرف علي يا فندم؟ مشجوع الله نمجوع. سعليك سعليك الله معنا او سيدي رزقنا. اتخافش ايش الشمعنا الشمعنا انت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا نوقع قبلك صاحب المصاعب الوجه اللي نعجل بالمصيبة. نعم منقابه يا وديع، قابوا مشاكل، هاتوا الدفاتر هاتوا المحاضر فرغوا السكون يلا. لا مشاكل ولا حاجة، أنا جيت أعزمكم وأبلغكم إن الشيخ برقوق موطي عزومة عشاء الليلة في بيته لكل أهل قرية، وأنت يا فندم بيرم أنت وسيم مأزومين عندنا في العزومته. يا سلام، ايش قلت لك على وجهه قبل قليل؟ احسن الناس. اقول لك ما يعني اسمه يعني طيب محترم يعني ما يقل بالخير. الله يفتح عليكم وان شاء الله اسمه العزومه دي بمناسبه ايش؟ ام عزومته بمناسبه تصالح الشيخ برقوق مع كل اهل القريه. يا سلام يا اخي ما احسن من التصالح. يلا ما تحتاج شيء. الله تحتاج انت حاجه؟ سلامتكم. الف بالله. مع السلامه. اذا تحتاج تيجي تتمشي العيال في السجن ولا حاجه تعال اي وقت. السلام عليكم. السلام. دبشة كيف حالها أيوش؟ مسكينة من ساعة ما دريان إنه أيش خطبها وهي ولا وقفن بكاء حتى الغدا ما تغدن. مسكينة حتى ما كيف كانت فرحانة لما كان طالب شي يخطبها. الله يسامحك يا برقوق كسر بنفسها.
بنات مالكن ذابوها، وبعدين هو أدرى منكم مصلحتها، واني من رأيي إن أيش حصل لها من طالب. طالب ذا لا شغلة ولا مشغلة. يا خالة أمسح لك تقولين ذا الكلام، كيف عايش أحسن لها من طالب وانت داري ان عايش متزوجه وبناتها بأمر أيوش؟ وذا كان متزوج مش شؤاب ام رجال ما يقيبه لا جيبه. وبعدين انتم بنات ذي الأيام أثرن عليكم المسلسلات المصرية وزاد انغلقين المسلسلات التركية. يلا خاطركم مسلسلات تركية؟ ما الذي حسست احنا ان احنا نتكلم على نور ومهند واحنا اللي نتكلم على أيوش وطالب. ألو السلام عليكم خي عرفان. أهلاً خي عارف، كيفك؟ كيف حالك؟ كيف؟ الشيخ صداد القرش بز على مصيادين ومواطير. أيوة، والآن أنت والصيادين محاصرين خارج القرية. أيوة زي ما قلت لك خي عرفان، 120 صياد وما مش معانا لا مواد غذائية ولا معانا ما أكلوا. طيب ولا يهمك، أنا سأجهز لك كل اللي تحتاجونه، الرز ومسكر ومدقيق، وأشوف طريقة أوصلها لكم. طيب طيب مع السلامة. السلام عليكم. حالك يا عم عارف؟ حياك الله يا سالم، وين بايكو؟ خير يا عم عارف سلامات، ما لقيتكم بندقيق مسوي النقطة. والله في معنا شوية مشاكل إحنا وصداد القرش. لا حول ولا قوة إلا بالله، مكان الشيخ صداد القرش هو مشاكل حقه أبي يروح له، بس كل في أنا زاجل وزقيل. زاجل وزقيل روح يرقدوا، لأنهم أمس كانوا حارسين هنا في النقطة. إلا قل لي فين بايكو؟ والله الشيخ برقوق مسوي أزوم من أهل القرية، يجمعون كله عنده أشي، وصلنا راح المدينة أشتري لك باشي. اسمع شو أقول لك، لا تبوكم مدينة ولا حاجة، لأن صداد القرش وجماعته موطين نقطة في الطريق، لا يخلوا أحد يدخل ولا يخرج، وخاصة اللي ما موت غذائية ما يدخلش أبدا. من ذي الناحية لا تخافش، أنا مرافق الشيخ برقوق ومن قرية مركوضة، ولمن يدرون ما مشي من أوناش. والله يا ابني أنا نصحتك وانت حر. أسمع عن كلام، والله بدل ما أنت تقول أيني أيني اشترقى تقول بياسين بياسين. خذ النصيحة من أخوك كمان، والله حلقت لهم شعرت أنت. اسمع خاطركم أنا بايكو بايكو، نصيحتكم على عيني وراسي. مع السلامة. أبدو كيف أمام اليوم أم حواد؟ الحمد لله يا شيخ، بعنا الوارد كله، وهذه الفلوس يا شيخة، هذه يا شيخ 420,000، وهذا يا شيخ كشف الحساب. ما هو يا أبدو 420 أم غلق علينا؟ كيف يا شيخ الغلق لي؟ نص القوارب ما نزلنش البحر، لأن الصيادين اللي اشتغلوا معانا نصهم قهم مع عارف. عارف 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 ذا مين التالي ذا عارف يعرف شي أبراز أبرازي شي أوريه هو الصيادين ليلة. يلا توكل على الله توكل. بس قبل ما أجزع شي أقول لك حاجة يا شيخ. قول. ابنك يا شيخ ماله؟ أجل عنده قنوب حاجة فلوس وبز 20,000، أنا رفضت أديله رفضت، بس يا شيخ قام اتعصب علي ومسكني بالرقبة وبز البيت بالزجاج. يرضيك الخبر هذا يا شيخ؟ يرضيك أبس؟ هاي أبا ايه تلام. يلا يا رضا حنواتي مالك ما معك تبكل عند أمك أبدو تبزلنا بياس ها؟ مش قادر أبيت لك 30,000 لا لا. أيوة يا بابا، بس أصلا في تليفون جديد أجبنا وكنت أشتري. أيوة تليفون آدم تليفون اللي معك مالهش شهرين، كيف تلعبت بعزك من بياس كده وقت يبين عليك دعان طول الطاعة أصلا. يلا هات من شرين هات هدية 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 تعك عك. أنا مش زعلو يا بها، والله والله ما أنا زعلو، أهم شي رضاك. هات هات، وثاني مرة ما تبكش عند أبدو وأنت ما تبلى ولا رب ريال. تمام سمعت. يلا سمعت أبوك مقال قال تجي لعندي قال ولدي لك ريال. تمام ها عمل مو معناته يا شيخ عباس، أنت عارف إن أبوك يحبك وأمره ما يرفض لك طلب، كلها يوم يومين شهب لك فلوس وتشتري مجوال اللي يعجبك. أما مشكلة صاحبه مجوال مش يصبرش علي لا يوم ولا يومين، وش فلوسه اليوم ومجوال دخل قلبي، ومحاجة اللي تدخل قلبه شيخ عباس لازم يجيبها ولا يجيبها. من فواتي أنا سالم مرافق الشيخ برقوق، كم أرتناش من قرية برقوض أنا. وفين بايكو؟ بايكو مسوق أشترك باجل الشيخ برقوق.
وانا ما هو اللي يضمن لي انك بايكون تشتري كباسي للشيخ برقوق، ما يكونش العارف وجماعته. عارف جماعته عيني عيني، من يلا عارف جماعته 30,000 عشان يشتري كباسي؟ الحين انا اتصلك للشيخ برقوق عشان تتاكد بنفسك. خلاص يا شيخ عباس، فلوسهم جوال اتدبرها. قصدك نبز الفلوس من ذا؟ ايوه، ما رايك اتصرف؟ وعدك تسال يا سعد. تصرف. الادب على الشيخ اللي مخليك تقطع طريق على الناس. ترم نفسك وتكلم على شيخنا بادب، ولا شرقاك الانت شغال قد فهمده. لا شكلها من جماعه عارف. خلاص خلينا في التشي ابوك. مالك تفتش مين؟ والله يلا ابوك بسيطه. ابوك انا بسيطه والله. مره عمدا شيخ عباس دين فلوس حق مقوال وزائده 10,000. رجال صبرك يا جوال شاقيبك. يا بهجي يا خيتي، لا تستأجلش بالحكم على برقوق، ومثل ما فكر انه يصالح اهل القريه اكيد شيتين عندك وش صالحك. ايوه انتين قسين هنا، انتين وبتك مأززة مكرمه، ولا ترجعينش الا لما يلغي خطوبه ايوش من ايش ذا ويتي ويصالحك. ما شاء الله تبارك الله، صرح انس ليك يا بن قنا. اسمعي يا بهجه، انا من رايي انك تاخذي بنتك وترجعي الى بيتك، وتاخذي لك مجموعه من نساء القريه يساعدونك توطين وليمه ومعزومه، وترفعي الراس زوجك امام اهل القريه. بس يا مريوش، انا خايفه انني لو رجعت لبيت برقوق سيحسب اني انا وايوش موافقين على خطوبتها من ايش. خلي يحسب اللي شيء، اهم حاجه بكره لما ترجعين ويعرف انك رجعتي من شان ترفعين راسه وتبيضين وجهها، شي بطل فكره ام خطبته وشي لغيها. طيب يا خال، اذا اصر على موضوع ام خطبه ما يقدرش ايوش يزوجك غصبا عنك. سمعتي، ما حد يغصب احد، مش نخليه يبطل من خطوبة. بصراحة يا مريوش، أنا نفسي رجع لمبيت، بس خايفة برقوق يستضعفني. يا بهجة، كلام مريوش صحيح، أنت ندارية زقلك وحنقك من البيت شي صغير برقوق أمام أهل القرية، بعدين شفكرون وشقولون كيف ده أنا لمصلح وهم زقل مرته وبته. يا جماعة مالكم مكبرين الموضوع كذا وهو ما يستاهلش. برقوق واجي يمدلكم يد التسامح والتصالح، وأنا شايفه إنه عيب عليكم ترفضون العزومة. يا زربة، برقوق ده بعد ما تخلينا أنا ومالك وطالب عنه واجيش التصالح. جابر كلامه صحيح، وأنا لا يمكن أدخل بيت برقوق مرة ثانية. يا جماعة لا تسرعوش بمحكم، نبوك لا هناك ونحيد ماهم خبر. ده كلام صحيح، وقد يكون كلام جابر صحيح، وقد يكون برقوق ندم على اللي وطاه وشي صالح أهل القرية. برقوق نادمه، برقوق يتندم. صدقنا ان الخبر ده كله ام ازومه وام تصالح، كل هذا من شغل عايش ده اللي قاسه عنده. ام مشكله مش بام كبرت حق برقوق، مشكله بام تباتك حق عايش. يا جماعه برقوق رجع مثل مخاتم يا الابا زي ما يجي، عشان كذا لا 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 انا مش بايكو. سعد مش بايكو وانا مش بايكو بين سعدون. ها انت مش تبوكش معزومه؟ لا وانا والله ما ابوكم معزومه. حبو، اما انا بالنسبه لي شابوك عزومه، وما فيش احسن من متصالح وبتسامح ما يشيبوك بعيد. انا شابوك معاك. وانا شابوك معاكم. وانا شابوك معاك يا عم هديش. ها هو ها هو ها هو. خبر عاقل، خبر عاقل. ما في خبر عاقل، خبر عاقل. ما في مشاكل، مشاكل بين الشخص الداد القرش وبعض الصيادين، والشخص الداد طرد صيادين من القريه وامر رجاله يقطعوا طريق الرئيسي من المدينه ويصادروا كل البضائع اللي تاتي من المدينه. الله يبزاك يا عصفور، انت وذا الخبر المشؤوم. انا كنت ناوي اليوم شاروح احمل بضاعه من المدينه، الحين انا موطي يا ربي. يا زربه هدئ وخليك متفائل، قد يكون ذا الخبر اشاعه. اشاعه ما هي عبس، اقول لك اخذت ذم حكام من شاهد عيان. شاهد عيان؟ من هو ذا شاهد العيان؟ سالم مرافق الشيخ برقوق. ايوه يا شيخ، جماعه الشيخ سداد القرش قاط انهم طريق، واي واحد يجي من المدينه يوقفوه ويسلبوه كل اللي معاه. ولما دريوا اننا بايكم المدينه الشريك باشه وقفونا وهددونا بمسلاح وبزوا مني فلوس حقا كباشه. اما سالك كبريتو قاطعين مطرق وسلم بياس حكم كباشه، مالك ما تقولوا انت حق الشيخ برقوق. والله ان انا قلت لهم بس ما صدقوناش وقالوا انك كذاب. كذاب؟ تمام. الله يرحمك يا رجال، ضيع لنا العشاء، يعني لا حنيته ولا عشمنه ولا ابو عجلو. خير احنا اليوم
لكن ولا يهمك يا شيخ ولا يهمك، والله بصفتي يعني بندم الفنادي وضابط الضبابيط، انا فاهم ولا نجلسني اشرح، قصدكم ثاني. شعروا احنا عند هذا الشيخ صداد القرش انا ووسيم. ابصر ما معك اللي جاي تقطع العيال الناس، عيال الناس عندهم العباب ولا كيف يعني؟ ها؟ ابصر يعني ايش الموضوع هذا؟ اتفهم منه الموضوع واشيل معي هذا الكبش، اسمه سالم، تمام مشان يتعرف على غرمائه، ولا يهمك يا شيخ. حرام ما يمكنهم لا، استخ، استخ، استخ. ايوه الروح ما هي كبش، قصدي يا سالم، وانت يا بيرم امانه اذا لقيت الشيخ صداد القرش سلم عليه. وقل الله يأدب جماعته ذيل اللي في النقطة اللي شلهم بياس وسلم عليه. سلم عليه؟ يا ناس أنا خارج بمهمة عسكرية ولا رايح أبلغ سلامكم وتحياتكم لأصحاب القرى المجاورة، ومسلم عليك بيسلم عليك، حتجد حلاوة حتمشفك يلا تباتيك يلا قوم. إن شاء الله إن شاء الله يا ريت فيش نتجمل. خاطرة خلينا نروح أشوف الموضوع هذا، نسي قدامي، سلوا حقهم كذا أشوف. ما شاء الله رمسيس خوفو خبرع باقي من سقع الثلاثين الألف حق الرجال سالم تعال تعرف عليهم ايوه فانت بيرم ده هو اللي بس مني بيسوى تدرب السلاح كان قلبي حاسس انه انت شكلك تسرق الكحل من العين ما تصدق يا فندم انا اول مره حيده والله يا فندم بيرم انه هو هذا ما صعبش على فلك هذا ما صعبش على فلك بعد يا سالم اما صعب ما مصعب لكن ندحنا المسجد على فندم البلادين وضابط الضبابيط ولطريقتي بالتحقيق من جدك خرج لي لسانك والله انك السارق ولا حد يسالني كيف عرفته هذا علم وابحاث ومقلدات ما اقدر اشرح لكم هو بخمس دقائق هاتوا لي الدفاتر افتحوا المحاضر افتحوا السجون اطرح يدك بالكلبشات هذه واعترف والله شيخ لا تصدقهاش يا شيخ لا تصدقهاش يا شيخ انا خليتكم هناك تابون نقطه تقسون هناك علشان تدورون حقوق الناس من السارق عارف اصحابه اللي خليتكم هناك تقسون تنهبون بس يا شيخ ولا كلمه ولا كلمه يا رمبيس يلا مع الشيخ عباس 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 ها يا با اتلا يلا رحين واتيو عباس لا دباس لا كبير الرأس ها يا با عمر ام سارق ذا يقول انك بزيت 30,000 حقم رجال ايوه يا با ايوه انا لما عرفت انها سارق وانها سرق ام بيس بزيتها منه وطردته وكنت شتيبها ما عندك وحد الله بينه وبينهم حرام وتتربيتك لي يا با رجال يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التربيه يا شيخ وانا دائما اقول في هذه المواقف كلمتي المشهوره هلك يا رجاله هلك يا رجاله يا سلام عليك يا سلام على التربيه والتعليم يا شيخ عباس اليوم انت رفعت راسي فوق اني فوق ودي ما هي دي تربيتي فيك ما قلت لك انا عبد الله بين احنا وبين ما بين حرام يلا وضم سارك الله بزلنا بزلنا يلا ابو الله ما يسمون يلا اعملوا لعبو جلازم يا ياسيم اقاول لي رابي طير وجههم لا تقول لك يلا عين فننجا ها فندم بيرم على العموم يا شيخ اسمه احنا قبل مستعجين بس اشي اسألك سؤال يعني لا تفضل قول واحنا واتين بالطريق عند النقطة حق عارف جماعة دولة يعني اسمه وقفونا احنا وقالوا اسمه هم قالوا اسمه ما قالوا ايوه قالوا يا شيخ زعم انك اسمه انك سارق مواطير فايد انت تسرق مواطير يا شيخ جبنا الدفاتر وفتحنا المحاضر وخرجنا السجون سكتة واسمه وفتحنا تحقيق واعترفت صلاتك يا نبي الله المستعان الله المستعان ذيلا كذابين انا قلت لهم سدد كل واحد قصده وانا جاب لهم ماطور انا غلطان ولا عندك اي غلط يا شيخ وبعدين يا فندم بيرم وانت يا فندم انا الفندم وسيم اسمي وسيم مالك من الشكل ما شاء الله باين وبعدين يعني بتبارن كنت اشتغلهم في مشروطة يعني كده لكم زمان تمام كده نحطهم سارق
يعترف على نفسه. لا الحمد لله دنتن أبيتنا بلسانكم ليلى أعرف جماعته سرقوا ما حد إنكم بمبدلة بمكذا افتجاون حنبونا أنا قالوا أنا سارق أنا سارق. لا ومثل ما يقول يدك في فمه وصباه في عينك. اسمه لا لا واضح يا شيخ واضح كوضوح الليل في غزهق القمري. حتى انا كنت اقول لوسيم صح يا وسيم مش كنت اقول لك انه شو الثوره البريه هذه والشيخ اسمه لا يمكن انه يشل حق الصيادين الضعفاء المساكين صح يشل هنا الشيخ صح انت ما سرقت يا شيخ صح يا فندم بيرم. انا ارى ومن وجهه نظري انه كلام الشيخ صح والدليل على ذلك انه الشيخ عباس رجع الفلوس ان شاء الله والاضافات هذه نضيفها للقانون حاجه جديده. حاضر مش وقتك الان. عموما يا شيخ نستأذنك ومع السلامة. يلا قدام ابدو. ايوه يا شيخ. المواطن ضروري تنبا في اسرع وقت. طيب يا شيخ لانه عارف جماعته بيقسين يغبشوا بعدنا وبيسببون القلق طول نحن نبيع المواطن يا شيخ. خلاص بكرة من الصبح عندي نبوك المدينة أنا وأنت ونبيع مواطير تفهم؟ أفهم يا شيخ بكرة الصباح. ها حسن اسمعنا معي لك كلامهم هم. إيش؟ أنت متأكد؟ طيب طيب يلا شكرا يا درندش مع السلامة. يا معرف يا معرف مصيبة مصيبة ما في الشيخ سداد باع مواطير حقنا وبكرة الصباح شخرجها من المخازن شبوك بها لم تاجر. لا دعك الهم يا غالي دعاني همي همك همي همك كل ما عانيت عاني. لا دعك الهم يا غالي دعاني اجتمع حالي بحالك لا تشيل همك لحالك حط في كتفي رحالك انت مني من كياني. اجتمع حالي بحالك لا تشيل همك لحالك حط في كتفي رحالك انت مني من كياني. افرح افرح كل ما طابت امورك واحزن انقاست وتكدر شعورك. كل ما طابت امورك واحزن انقاست وتكدر شعورك. بحرنا والبر واحد حالنا لو ضاق واحد خلينا في هم واحد لا تجز هم ثاني. بحرنا والبر واحد حالنا لو ضاق واحد